السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعي قناة الوطنية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد متجدد من برنامج فوتبول. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل سبت وثلاثاء في موسمه التالي، نناقش أبرز القضايا التي تطفو في الساحة الكروية الجزائرية، نطرحها هنا في بلاطو فوتبول بطرحين إعلاميين محترفين رفقة نخبة من الوجوه الرياضية والإعلامية في الجزائر. في عدد اليوم نناقش ترسيم وليد صادي كرئيس جديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم بالأغلبية الساحقة، مخرجات الجولة الثانية من الرابطة المحترفة، فوز شباب بلوزداد 88 جدا في آخر الأنفاس، وخسارة المولودية أمام شباب قسنطينة. نناقش أيضا تأجيل دوري الهواة وكذا دوري ما بين الرابطات إلى غاية نهاية الشهر الجاري. كل هذه المواضيع يرافقني في تقديمها في نقاشها في تحليلها. على يسار الشيخ يوسف فرحي اللاعب السابق للعميد مولودية الجزائر، مرحبا شيخ. تحية للمفردين، السلام عليكم. شكرا على تلبية الدعوة. وبلاطو فوتبول لا يخلو من المتألق، رفيق واحد. مرحبا رفيق. مرحبا نبيل، شكرا. أيضا أسعد باستضافة الشيخ جمال رشدي، مرحبا شيخ. تحياتنا أخويا لكل مشاهدين هذه الحصة ومتتبعين القناة الوطنية. شكرا على تلبية الدعوة. أمير زكريني، مرحبا أمير. مساء الخير نبيل لك ولكل مشاهدينا الكرام. أيضا مواضيع متعددة أبرزها ترسيم وليد صادي من قبل الجمعية العامة الانتخابية التي جرت الخميس الماضي بالأغلبية الساحقة، من أصل 82 عضو حضروا مخرجات هذه أو فعاليات هذه الجمعية. وليد صادي ينال الإجماع، يمر بالسرعة القصوى لرئاسة مبنى دالي إبراهيم، 76 صوت منح الموافقة على تعيين وليد صادي المرشح الوحيد لهذه المهمة. كذلك 5 أعضاء رفضوا التصويت على وليد صادي مع امتناع عضو واحد. قبل أن نغوص في التحليل والنقاش، نترحم على الصحفي الزميل فريد العبان، الصحفي الرياضي بإذاعة معسكر الجهوية، الذي وافته المنية في اليومين أو الأمس البارحة بعد مشوار طويل من العمل وبعد صراع مع المرض. هذا الصحفي ذو الأخلاق الطيبة التي يشهد له الغريب قبل القريب. رفيق، أنت تعرفه معرفة نقدر نقول جيدا، او ان ما عندي الشرف ما تعرفش ما تعاملتش معاه، لكن باش نقول لك ربي يرحمه ويسعده ويصبر الاهل تاعو اكيد. امير، كنت ايضا على علاقه وعلى محادثات. نعم معه. نبيل، عندي منذ 3 ايام كنت تحدثت معاه، وان ارسل لي في الفيسبوك على الاشغال على الجمعيه الانتخابيه ونسالني على هذا الشيء. بعدها البارح سمعنا بفاجعه هذه نقدر نقولوا. ايضا البارح كان لو البارح قبل امس كان في الاذاعه الوطنيه، جازوا معه بعض الصحفيين زملاء، طلبوا الرحمه ان شاء الله وربي يصبر الاهل تاعو ان شاء الله. رحمه الله واسكنه فسيح جنانه. الشيخ جمال رشدي، تعزيزا خالصا للعائله تاعو. الفقيد كان انا ما نعرفوش، لان ما هو من الجيل الجديد تاع الصحافه. نترحموا عليه ان شاء الله ونقولوا له متوفي الجنه ان شاء الله. ان شاء الله. ايضا مرض اسطوره الشباب بالوزداد، اسطوره حراسه الشباب عبروق في المستشفى بعد ان خضع لعمليه جراحيه اثر وعكه صحيه، تمنياتنا له بالشفاء العاجل ولجميع مرضى المسلمين. نشاهد ونعود، هذا سي عبروق أسطورة شباب بلوزداد الغنية، يعني التعريف، تمنياتنا له بالشفاء العاجل. نعود إذن إلى مواضيعنا والحديث عن ندخل في حاجة. تفضل شيخ. أنا كما قلت لك جو كوندان أنا هاد لي فوتو هادو، ناس نحب نشوفوهم بكل صحة، ما توريوناش. مش فيش نهضر على الوطن، نهضر على الفيسبوك ونهضر على الناس تجي تاخذ دير دي سيلفي قدام الناس مرضى ولا على ولا راهم في الانعاش. نقول انا حرام على هاد الناس هذا.
قدامك. واضح واضح نتقبله شيخ جمال. نعود الى موضوعنا، وليد صادي في رئاسة الاتحاد الجزائري، تحديات وآفاق يقول أمين حبيشي في هذا التقرير، ثم نعود الى بلاطو. هذا انطلاق جديد ان شاء الله باش المسيرة الكرة القدم الجزيرة دائما تمشي الى الامام. في هذه اللحظات المميزة التي انتخبتموني بها لرئاسة الاتحاد الجزائرية لكرة القدم، الواجب يقتضي تقديم الشكر على الثقة التي منحتوني إياها، والتي هي في الواقع تكليف وليس تشريف. برئيس جديد تنطلق الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مرحلة العمل والتصحيح، فبعد التصويت الذي كان لصالح وليد صادي ب 76 صوتا قال نعم وخمسة بلا وواحد ممتنع فقط، حصل صادي على صوت الأغلبية الساحقة وجلس رسميا على كرسي الفاف. رئيس شاب ينتظر منه كل عاشق للكرة الجزائرية اللمسة السحرية التي سيقضي بها على مشاكل الكرة المحلية، كما ويرى فيه عديد المحللين والفاعلين في كرة القدم الوطنية أن لديه كل المقومات والخبرة اللازمة لتطوير البطولة والسير بالمنتخب الوطني نحو الأفضل. سأكون بجانب الناخب الوطني والمنتخب الوطني في كل ثانية وفي كل دقيقة. فبعد فترة بدون رئيس باستقالة جهيد زفيزف، اختار كرسي الفاف المرشح الوحيد صادي الذي استوفى كل الشروط اللازمة المفروضة من قبل لجنة الترشيحات، الرئيس الذي أكد أنه سيعمل وسيسعى بكل الوسائل لإصلاح كل المشاكل التي تواجهها الكرة المحلية. المرحلة الجديدة ورغم قصر مدتها قبل الانتخابات القادمة، إلا أنها مدة ستعتبر اختبارا للمكتب الجديد من أجل إثبات عمله، والذي سيكون حجة له من أجل الدخول بقوة في انتخابات العهدة القادمة. سأحاول الالتزام ببذل الجهود المطلوب للارتقاء إلى مستوى ثقتكم وثقة جماهيرنا الوطنية والقيادة الرشيدة للبلاد، آملا منكم تقديم يد العون من أجل إنجاح مهمتي في الارتقاء بكرة القدم، وأن تساعدوني وتنصحوني وتصوبوني وتعينوني، فمصلحتنا واحدة وغايتنا واحدة ووطننا واحد. صادي الرئيس 18 للاتحاد الجزائري لكرة القدم. أمير، كنت في الجمعية العامة الانتخابية التي حضرها 82 عضو من أعضاء الجمعية العامة، كيف جرت هذه الانتخابات على مدار حوالي ساعة من الزمن؟ أولا نبيل مبارك الوليد صادي ترأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. كنا في الجمعية العامة وكنت حاضر معنا متثانيت، جلست في ظروف هادئة، جو كما يقولوا جو لاباس عليها، الانتخابات كانت شفافة، كانت ديمقراطية. شفنا وليد صادي، شفنا أولا قبل الانتخاب وليد صادي بعض أعضاء الجمعية العامة وين طالبوا منهم السيد ياسين بن حمزة وين طالبوا بالانتخابات تكون عن طريق رفع الأيدي. بعدها زاد ثانية رئيس الرابطة الجهوية لسوق هراس ثاني كان طلب هذا الشيء، لكن الولائية لسوق هراس، لكن بعدها شفنا أنه جرت عن طريق الصندوق انتخابات شفافة نزيل. وليد صادي شاب 44 سنة، نظن أنا ما كاش أحسن من وليد صادي خاصة مقارنة بالرؤساء اللي مضاو قبل. نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق، وعطى أيضا عطى البرنامج تاعه وهدر، قال برنامجي لا يمكن أن نمد برنامج في مدة تاع 18 شهر. نظن أنه اليوم مد أولويات، تكلم على 21 هدف، العديد والعديد من الأهداف التي تنتظر وليد صادي خاصة في مرحلة جد صعبة تمر بها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. نتمنى له كل التوفيق إن شاء الله في هذه المرحلة ويكون أهل لها إن شاء الله. واضح. شيخ جمال، كان يتكلم أمير بخصوص أفضلية صادي، كنت تؤمن برأسك؟ كنت لا قال كلمة ما كانش أفضل من وليد صادي، هذه هي وهذه انت تحفظت عليها. اسمح لي، لا سامحني. كنت نتكلموا على افضل، ما كاش واحد افضل من وليد سعدي، يعني نسينا كاع الناس اللي كاين في الجزائر. لا في الوقت سامحني خليك نعطي لك الوقت، خليني نعطي لك الكلمه. انا مانيش كما يقولوا مانيش ضد وليد سعدي،
ولكن الكلام اللي يقولوا باللي ما كاش واحد خير من وليد سعدي هذا ما يسعدنيش انا كانسان كشخص كرياضي كصحفي ما يسعدنيش بكل احتراماتي للكلام تاعك وبكل احتراماتي للانسان هذا اللي عندي علاقات طيبه معه ما كان حتى مشكل هذا ما كان صح شيخ تفضل امين على كلامك فقط انا قلت ليس ما كاش احسن من وليد سعدي في الفتره الحاليه انت قلت لي نسينا ناس واحد اخرين لكن في كيف باش يحطوا الترشح مشنا حتى واحد تقدر ما نعرفوش نولدوا على وسرى قبل الانتخاب تاع وليد سعدي كيفاش انتخب وليد سعدي وكيفاش اقصي البعض شكون اقصي مثلا شيخ مزيان كانوا جبل ربي كانوا تروا مزيان إغيل مدور تقصى على جال شهادة جامعية ومزيان إغيل ودي راك تقولي لي كيفاش أقصى هذا وأقصى هذا لا أنا نتكلم واش كان كيفاش لا ما تفكرنيش خليني نكمل الكلام هنايا برك لو كان كانت اون ابليكاسيون ستريكت ديال الديكري اليوم ما عندناش بريزيدون دو كلوب لماذا ما عندناش لأن لو ديكري إكلير نت تحكي عن أمور قانونية تكلمنا عليها سابقا كيفاش تقصي انت واحد على المونداتمون اللي كيف ندير ماشي فيه غموضات ولا فيه لاخر قال لك المونداتمون هذاك ما قحتموش فيه هذه في التاس باللي سي مزيان إغيل أبوستولي بور لو بوست دو بريزيدون ماشي مكتوبه نور سو بلون الوغ كاين لا فيش درونسيمون كاين لا ليت دونجاجمون مانيسكريت كاين لكن الطفو تاع الودادية غير قانوني شيخ والطفو تاعنا دي بارادو غير قانوني شيخ اليوم انت راك قانوني ولا هو ولا علي مالك علي مالك الويمام اجي لا بصح حنا بحثنا بعدين على القانون لا ما عندك ما تبحث علي مالك الويمام روكوني باللي تصرفوا في هذه القضيه بواحد النوع من كما نقولوا لا ليجيرتي باش نلحقوا الى تاهيل انسان ويكون عندنا رئيس اتحاديه دوكا ولا انت تهضر في بلاصه تاع علي مالك لا ما نتكلمش في علي مالك انا نتكلم لك علي مالك كلمه كصحفي نشوفوا نشوفوا الاخر لكن بالك علي مالك ما طالعش على القوانين الطفو تاعنا دي بارادو غير قانوني علي مالك ما يطالعش على القوانين لا ما قلناش ما طالعش على بعض القوانين يمكن ما تكلمش على بعض القوانين لكن احنا كصحفيين بحثنا ان التصويت انت سامحني بكل احتراماتي ليك ما تعرفش احسن من رئيس اللجنه لكن قوانين واحده شيخ قوانين هذا موضوع اخر امير هذا موضوع اخر شيخ خاطر لي خلاصتك في وليد سعدي كرجل المرحله مبروك عليه يعني كي سمعت يعني لا ديكلاراسيون تاعو من بعد يعني انتخابه بدا كلام صواب وكلام محترم وكلام منطقي واضح يبشر بالخير ان شاء الله واضح رفيق تكلمنا كثيرا قبل انطلاق الجمعيه العامه بعض كلامنا كان على ارض الواقع والبعض الاخر لم يكن كذلك على ارض الواقع من الناحيه القانونيه ومن الناحيه ومن جميع النواحي كيف جرت اشغال الجمعيه العامه وكيف تم انتخاب وليد سعدي رئيسا للاتحاد الجزائري لكره القدم عندما تقول كيف تم انتخابه راح تدفعني نعاود نولي واش تكلم الشيخ واش تكلم امير انا باش يعني مانيش كونتراري في الشيخ ولكن في من جهه جو بارطاج بلي كاين قانون واحد و جو سي كو كاين مرسوم تنفيذي يتعلق بالديريجون بينيفول ايلو اللي يحدد شروط الترشح لي كونديال لي كريتير ديليجيبيليتي باش تكون رئيس اتحاديه رئيس رابطه ولا رئيس نادي وكاين المرسوم التنفيذي تاع الاتحادات هذا المرسوم التنفيذي تاع ديريجون بينيفول 2310 اللي كان 1653 باردون وكاين المرسوم التنفيذي تاع الاتحادات اللي كان 1430 ومن بعد عدلوا في 2021 267 ومن بعد عدلوا فيه القانون الاساسي النموذجي لي ستاتوتيب ولا 2309 2310 هو اللي يتكلم على لو نيفو يونيفرسيتير سانكسيوني بار دي ديبلوم من بين الشروط وبعد يقول او في لا ميم يقول او اون فورماسيون سوبيريور يعني هذه يعني تي بو فاغ نحبسوا في اليونيفرسيتي في الدوكري 2210 تاع الديريجون بينيفول الي يلزم وجوبا كي تكون دير اليونيفرسيتي يكون عندك ديبلوم مي دون لي ستاتيو دو لا فاف لارتيكل 26.2 يقول لك نيفو يونيفرسيتير با فورسيمون يكون عندك ان ديبلوم يقال في القانون انك دير ساعه في الجامعه يكون عندك لو نيفو يونيفرسيتير ويقول او
ما راوش الا الجامعه، يقول او اون فورماسيون سوبيريور. كيما كانوا يتكلموا على البكالوريا، يقولوا مثلا، نقولوا مزيان غير ما عندوش البكالوريا، عمرهم ما قالوا على البكالوريا. ومام الى وليد صادي حط البكالوريا ما يقولوش البكالوريا وحدها، يقولوا عندك مستوى جامعي في لي ستاتيو دو لافاف، مستوى جامعي با فورسيمون سونسي با دي ديبلوم. مسيو ايريل عنده قرا لي اس تي اس كي كانت على ليبوك بيان سور سون باك، دار 5 ans 5 ans. المشكل اللي صرا باسكو في البدايه، علي مالك تكلم في البدايه على لو 2310، سافي دير نابليكيو اي لو 2310 اي لي ستاتيو دو لافاف، ولكن كاين تعارض بيناتهم في في فيما يخص الجامعه. لي ستاتيو دو لافاف يتكلموا على لو نيفو يونيفرسيتير، سا دي با فورسيمون كون عندك ان ديبلوم درت الجامعه ديك الساعه، ولو دوكري 2310 يتكلم على جامعه سونكسيوني بار دي ديبلوم. من بعد كيبدا بدات الحديث على الجامعه والناس تقول لك الباك، ما عندهاش علاقه بالباك، نيفو يونيفرسيتير سونكسيوني بار دي ديبلوم ولا نيفو يونيفرسيتير او اون فورماسيون سوبيريور. علي مالك بدل الهضره ديالو، على الاقل البيان اللي كتبوه من بعد كي دار تمديد الى تشفاو الى زابي لو 2310 بلا ما يقول، قال يذكر على اساس مددنا الاجل للسماح للمترشحين بتحيين ملفاتهم، وسيتم تطبيق المرسوم التنفيذي للاتحادات 2309 والقانون الاساسي للفاف، ما قالش المرسوم التنفيذي للديريجون بينيفول اوني 2210. من ثم فهم انه تم الغاء لو 2210 هل من اجل تمكين المترشحين من اعداد قوائم فيها ناس على الاقل جامع نيفو يونيفرسيتير او وما عندهمش لي ديبلوم، او انه خيروا اون بيرسون باش يعني يعبدوا لها الطريق. ولكن قلت لك نوقف لك بكاين تعارض، اللي تروح للستاتيو دو لا فيديراسيون يقول لك نيفو يونيفرسيتير، او ما يقولش لا فورماسيون سوبيريور جو بونس فورماسيون نيفو يونيفرسيتير فورماسيون سوبيريور، او تبوا منصب او توجور منصب يعني في نيفو منصب سامي يعني اون فونكسيون سوبيريور dans une entreprise étatique ou privée. Ça veut dire que qui تقيس بين الشروط في المرسوم والشروط في لي ستاتيو دو لافاف متعارضين في لو نيفو. ولكن لو فات دافوار زابي لو 2210 يفتح الباب للتاويلات لصالح من تم الغاء لو 2210. لو ابليكينا لو 2210، واحد يجي يقول لك لا لابليكي عليا لي ستاتيو دو لافاف، يجي صادي يقول لك انايا عندي نيفو يونيفرسيتير قريت ساعه في الجامعه وجو سوي شيف دونتربريز، ما ينطبق عليا في لي ستاتيو دو لافاف. ويجي ابن زياد غير يقول لك لا يا سيدي الفاضل، انا درت الجامعه وعندي ديبلوم تاع لي اس تي اس وهذا ما داش ابليكي عليا لو 2310. سي بور سات ريزون صار هذا الخلط، نحاو لو 2310. تيلي كي نولي لمزيان ايغيل مثلا صادي كان عنده المشكل تاع الجامعه التفسير تاعها والتاويل تاعها لو نيفو. مزيان ايغيل نو، وعبد الكريم مدور نو، مزيان ايغيل عنده المستوى الجامعي نحيه. لو مونداتمون كان فيه اشكال، ونقول لك كان فيه اشكال. سي فري لو تاس قال قال بلي التفويض اللي جابوه مكتوب نوار سي بلون، نادي بارادو هو العضو في الجمعيه العامه يفوض مزيان ايغيل لتمثيله في الجمعيه العامه. سي فري كان يفيش وجاي ترشح مزيان ايغيل يكتب، لكن لازم يكون يمثل النادي عضو في الجمعيه العامه. العضو في الجمعيه العامه غلط ما كتبلوش، بتات غلط اونت كيمي، ما كتبلوش راح يترشح باسم النادي، يعني كاين يعني نيونس، هذا كاين فرق، سيمثل النادي في الجمعيه العامه، هذه واحده. اثنين في القانون معليش في القانون ما كتبهاش نوار سي بلون، ماهوش العذر الوحيده، بوتيت في, في 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 الرد تاع الطاس حبسوا الا في هديه، ولكن في الرد تاع لو ركور تاع مسيو قاسحي ما كانش غير هذه. اسمح لي شيخ، اسمح لي مع الاول مزيان اسمح لي شيخ، انا نكسبليكي لك القانون واش يقول. انا القانون نهضروا بالقانون، كي نروحوا لاعضاء الجمعيه العامه في لي ستاتيو دو لافاف، المشرع ما دارهاش يعني اعتباطا انه كيقول لك اعضاء الجمعيه العامه لو بريزون دو لا ليغ ايلو او ان موب دو مونداتي، يعني في نظر المشرع حضور رئيس الرابطه او تمثيل الرابطه سواء كانت جهويه او ولائيه او وطنيه وجوبا في الجمعيه العامه، اما عن طريق الرئيس المنتخب او عضو مفوض عنه منتخب اذا تعذر على الرئيس الحضور. ولكن عندما ناتي الى جمعيه الحكام وهي عضو في الجمعيه العامه، والى جمعيه المدربين عضو في الجمعيه العامه، والى وداديه اللاعبين القدامى عضو في الجمعيه العامه، ماذا كتب؟ كتب لو بريزيدون ايلو دو لاميكال نقطه. سيرا في دير لاميكال نا با لو دروا دو مونداتي اون اوتر بيرسون، هذا هو المفهوم تاعها. اثنين كي راح النادي بارادو
الاجراء الاول اسمح لي ما نكمل لك على حسب المعلومات تاعك مزيان غير حط الموندمون تاع لاميكال حطوا لا لا اسكو حطوا وين اسكو لا ديبوزي او نيفو لا كوميسيون دو كانديداتور سؤال كلير دقيقه اسكو لو موندمون تاع تاع لاميكال خليني نكمل اسكو لو موندمون تاع لاميكال نحط كوم كوا هو ريبريزونطون تاع نو ما نحطش بور لا سامبل ريزون كان التدخل تاع الدوله كيقول الدوله التدخل تاع الدوله من طرف وزير الشبيبه والرياضه لو ديريكتور دي سبور كي افي اون ليتر لا ولايه دالجي وبعثوها للسكرتير جينيرال دو لافاف هي معروفه بنت البريه هذه المعلومه وين يقول باللي لازم لهم لاكور دو دراك اور سمح لي لاميكال لاميكال انت كفيتني شيخ لا لا عاود عاود ودي عاود خذ الهضره برك نعطيك برك المعلومه لاميكال نا با بوزوان دو تروك هي كل تروك ديكلاراتيف كونت دير الجمعيه العامه تاعها في السياج انا با بوزوان دو دراك هاو معايا خويا يوسف شحال من خطره اورغانيزينا لاجي تاع المولوديه في الفيلا ولا كانت عندنا لوتوريزاسيون دو دراك ما عندناش لوسكو نورغانيز او سان دو لو سياج ما كانش هذا برك النقطه برك اللي حبيت نقولها لك كمل رفيق معليش رفيق اسمح لي معليش شيخ اسمح لي بركه معليش نقرا لك انت قلت لي الوزاره الشباب والرياضه بعثت الدراك فوالا انا نقول لك سي لو كونترير مصالح الولايه هي بعثت وزاره الشباب والرياضه نفس الشيء جمهوريه الجزائر الديمقراطيه الشعبيه لا ماشي الوزاره سي نيوس اسمح لي ماشي لا توتال ولايه الجزائر الديوان رقم 7629 الى السيد وزير الشباب والرياضه فوالا عن الديوان هذا بتاريخ 3 سبتمبر 2023 يعني لا ولايه تبعت وزاره الشباب والرياضه الموضوع انعقاد جمعيه انتخابيه هذه الولايه تبعت لوزاره الشباب والرياضه يشرفني ان اخبركم بانعقاد نهار اليوم الاحد 3 سبتمبر 2023 جمعيه انتخابيه لوداديه قدماء الفريق الوطني لكره القدم على مستوى مقرها الكائن بعين الله بلديه دال ابراهيم المقاطعه الاداريه الشركه دون ادراج ملف طلب رخصه على مستوى مصالحي تتفضل سيدي الوزير بقبول اسمع عباره التقدير والاحترام سي لا ولايه راني معاك في الطرح شيخ انا وبعد بعثوها لا فيدراسيون جون فوتبول بعثوها لا فيدراسيون جون فوتبول بس كي نتكلم لك يا شيخ نتكلم لك على لاميكال يعني واحد يكون شويه كوريكت يكون كوريكت انت حبيت ترشح باسم لاميكال وربما لي كونسيوك سي مزيان غير ما كونسيوكش مليح ماشي مشكل سي 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 تصافوت قالوا لك تقدر دير المونداتمون هما ما قراوش لي ساتي مليح كي فاق بلي ما يقدرش يدير المونداتمون كان دخل في لاميكال بلاص مسيو زوبير باشي وعطاو له بريمي فيس بريزيدون وفي اعتقادهم انه يقدر في علي فرقاني الرئيس يفوضوا حنا قلنا له لا القانون بالقانون بون هذا اكت 1 كي خرجت هذه واش ولات اكت 2 يولي علي فرقاني على حسب ما بلغني مرض اونت كيمي وما فوض او دار سي بزياني غيل بريزون بار انتيريم باش يخليه يحضر الجمعيه العامه قالوا له نو قالوا له يا ودي ولا الهضره خرجت يا ودي ما تغلطش ما تحطش بهذه الطريقه لانه لو تحط بهذه الطريقه يقول لو بريزيدون ايلو ماشي انتيريمير جازو اكت 3 لو بريزيدون فرقاني ديميسيونا دون ان لابستون نهضر لك على شويه واحد يكون كوريكت يديميسيوني ويديروا جمعيه عامه زعما داروا مجتمع المكتب اجتماع المكتب اليوم في الليل غدوه 8 الصباح داروا جمعيه عامه استثنائيه سي تان تي بي بيزار يديميسيوني فرقاني ومن بعد ما كان لا ترشيحات لا حتى حاجه ويعلن مزيان ترشحه ويفوتوا عليه امالوفي تي شويه ما جاياش سانسير بور ليماج تاع هذه فرقاني ليماج تاع ايغيل ان تي بي ما جاياش معليش ومن بعد جات الورقه تاع مصالح الولايه الوزاره بعثت لجنه الترشيحات ممكن انا والله سانسير ما حوست على القانون بالك سي دمافوت ما على من يعقد جمعيه عامه في المقر تاعو ممكن ما يسحقش ترخيص اه وي باسكو في لا لي كان يديروا في سيدي موسى ما يسحقوش ترخيص راني معاك في هذه ولكن من بعد احنا دي بارادو الغلطه اللي دارها الشيخ نقول لك اللي تي مبطري مال كونسيي الغلطه اللي دارها انه في بدايه الامر جاب لهم على اساس هو عضو في مجلس اداره نادي باردو كان هذا هو المطلوب ولكن الخطا اللي ارتكبوه داروا ان بي في تاع اجتماع مجلس الاداره اور كو المرسوم الماده 611 من القانون التجاري اللي يخضع عليه الاس بي والاس اس بي يقول صراحه انه منح العضويه لاي شخص في
لو كونسي دادمينستراسيون من صلاحيات الجمعيه العامه للمساهمين وليس لمجلس الاداره، وهذا ما نجده في المرسوم التنفيذي 1573 للشركات الرياضيه التجاريه. خطا يفالي مام الا كانوا لي مام مومبر هما لي مام لاسومبلي لي مام مومبر تاع الكونسي دادمينستراسيون هما لي مام مومبر تاع لاسومبلي جينيرال تاع المساهمين. يفالي ريسبكتي لا فورم. كي عطاوها له قالوا له لا غلط، راح داروا غدوه من داك يا اخي مدوا المده بليطو نو راح للروكور، راح دار جمعيه عامه بارادو للمساهمين وعين مزيان ايغيل عضوا فيها وجابها للروكور. افيك ان غريفي افيك ويسي، ولكن ما قيل له لازم يخرج في لي ستاتيو، كاين عمليه اجراءات قانونيه تخرج فريمون في لي ستاتيو باش تبان. رفضوها له اولا لانه ما خرجش في لي ستاتيو، ثانيا لانه الملف تاعو اللي طلع من لجنه الترشيحات للركور سي با لو ميم بابي، مع الاول رفضوا له على مجلس الاداره سي فري لا كوريجي سون دوسي جو سوي اونتيرمون داكور بالبريمير انستونس اي لا كور دابيل تو دو الى كوريجي اسمح لي اسمح لي الى كوريجي مي الاجراءات اللي عرفوا الاس بي اللي عندهم شركه الاسهم سقسيت انا اللي عندهم شركات اقتصاديه قال لك لا باش يخرج واحد عضو في مجلس الاداره شركه من غير رياضيه سقسيت عندهم بزاف دي سوسيتي بار اكسيون قال لك لا الجمعيه العامه المساهمه تجتمع وتعين فلان قال سي يوسف فرحي عضو في مجلس الاداره ولكن ولكن يحضر ويسي جوستيس وكلش ولكن باش يولي ايفيكتيفمون صح لازم يخرج دي ستاتيو يتبدلوا. هاد العمليه تحتاج الى وقت ولم يكن كاف لنادي بارادو لقيام هذا الاجراء، اذا كان صح بيدير هذا الاجراء رفضوا له. ثلاثه تبقى العقوبه سيدي الفاضل، العقوبه في لا في الكوميسيون دو ريكور استنادوا الى لو كود ديسيبلين لو كود ديسيبلين دو لا فيفا 2023 بور دير تسقطوا بالتقادم، اور كو مسيو ايغيل اي مسيو مدور تعاقبوا على اساس لو كود ديسيبلين تاع الجزائر اللي ما فيش تسقط بالتقادم، حتى ولو كانت لا فيفا تقول لك خذ المفاهيم الكبرى من لو كود ديسيبلينير تاع الجزائر تاع لا فيفا ودير اسقاط على لو كود ديسيبلين تاعك، حنا ما درناهاش وممكن نديروا حنا تسقط بالتقادم عام ممكن نديروا 10 سنين 5 سنين ممكن ما نديروهاش، ولكن هو حسبها له تسقطت بالتقادم. ما نسيه قاسحي كوميسيون دو لوكور انه العقوبة الرياضية القاسية ما راهيش تكون بثلاث شهور، خلط بين تجريد عضو الفاف من عضوية الاتحادية في حال ارتكابه لخطأ جسيم وبين المترشح للرئاسة ولا لعضوية المكتب الذي يرفض ملفه في حال كانت لديه عقوبة رياضية قاسية غير محددة في الدكري تاع ديجون بينيفول اللي بثلاث اشهر، محدد الذي يكون المبض لافاف ان اونترينر ان بريزيدون ان ديريجون يدير خطا اذا كانت العقوبه تاعو طالومبا ينحوا له العضويه يخرج من لا فيدراسيون. بصح كي ترشح اسمح لي لرئاسه الاتحاديه يقول لك عقوبه رياضيه قاسيه نقطه الى الصد لا 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 سسبونسيون غلط فيها قاسح جو بونس ا ما كونيسونس 2013 نقول له تسقط بالتقادم تروح لا فيفا، مي 2021 عباك واش فيها 2021 فيها ان موسا جو سي مي فيها بروبو انجوريو. هل ترتقي الى عقوبه رياضيه خطيره او قاسيه خطيره عفوا؟ اعتقد انه اللي يدير بروبو انجوري جو بونس عقوبه رياضيه خطيره وحتى لو سقطت ابري 5 اون تسقط 2026 وسانتهي عند هذا الحد. حتى لو سلمنا جدلا بان مزيان ايغيل غير معاقب ومزيان ايغيل قدم فعلا مونداتمون مكتوب نوار شيربلو من نادي بار بانه يترشح باسم النادي لانتخابات الفاف بصفته الرئيس وخرج اسمه في لي ستاتيو اون بون جو فورم، ما لم يكن له ان يقبل ملفه. لماذا؟ على الاقل لسبب واحد، لان في المرسوم التنفيذي 2309 في لي ستاتيو تيب مكتوب نوار سور بلو من كل شخص يترشح ليس لتمثيل النادي او الجمعيه، يترشح لعضويه المكتب التنفيذي او لرئاسه الاتحاديه باسم اي نادي او جمعيه عليه ان يكون له نشاط فعلي يعني نشاط افكتيف لمده سنه على الاقل مع هذه الجمعيه. مزيان ايغيل ما عندوش اون انيما بارادو. واضح رفيق باش نشارك معنا الشيخ يوسف فرحي. انا نزيد حاجه كلمه بعد خلي يوسف يهضر زوج سوايع. راه تفضل. انا ما نفهمش حاجه. تفضل. فهمنا نهضروا على القضيه تاع ايغيل وهذه وهذه النقطه هذه وهذه وهذه وهو مرسوم تنفيذي ان ديكري الى ايتي بيتيني بار اون كوميسيون الكتورال اللي ما فيها ولا كوميسيون الكترون جو لا كوميسيون كانديداتور اي لا كوميسيون دو ريكور في زوج اللي ما فيها حتى جوريست حتى جوريست ما فيها كيفاش اون بيتي لون ديكري ياك نعفسوا عليه ونفضلوا لي ستاتيو تاع لافاف اللي هما راهم لازم يتعاودوا
لان رانا نهضروا على لا ميزون كونفورميتي مع لا فيفا ايتترا اون دو اوسي ريفير لي تيكست كي ريجيس لو فوتبول ناسيونال حتى بروف دو كونترير لي ستاتيو دو فاف هما مقبولين عند لا فيفا اكطويل ومقبولين عند المينيستير اور كو لي دو دوكري الخطا اللي درناه ما درناش لا ميزون كونفورميتي في لي دو دوكري مكتوب ان ديلي 6 شهور وعاب الان ما درناش لا ميزون كونفورميتي تكلم معنا باش عندها ملي صارت لا ميزون كونفورميتي تكلم معنا باش نقول لك باللي اون ابيتيني ان تيكست تكلم على 23 ديال الشيخ 23 الديكري تاع سبتمبر 2022 ياك راه معروف راه مكتوب وين اون دو مون ان ديبلوم يونيفرسيتير بوين ديبلوم يونيفرسيتير ما او اون فورماسيون سوبيريور او اون فورماسيون سوبيريور اون دوموند با اون دوموند با دات يونيفرسيتير او حاب نزيد نقول النقطه الاخرانيه النقطه الاخرانيه نو جو برون اني ان جوار ان انسيان جوار بور لو كان جي بوكو دو ريسبير كو جادميري مراد مزيان تاع لمسيو Est-ce qu'il est membre du conseil d'administration? Il a été délégué par qui? Par Ninja Belmondat Montao. L'MCO? L'MCO, mais on a le conseil d'administration, mais on a les actionnaires, mais on a Mouelo. Qui l'a dit? Qui est Ninja Belmondat? C'est une question. Je ne sais pas si Ninja Belmondat. C'est une question. Et je veux dire une chose. Est-ce qu'il a un diplôme universitaire? هذا سؤال هذا موضوع اخر باش نشوف ماشي غير لو ديبلوم اللي كاين فورماسيون سوبيريور باش نشوف معنا لا ماشي جي با فيزيون دو سي شيخ هذا سؤال باش في لي دوسي سؤال اللي شفت كبير برك هذا ما كان باش ما نغلطش كاين ما نتكلمش على الاخرين دون لو كريتير كاين شقين كاين اما لو ديبلوم يونيفرسيتير او لو نيفو يونيفرسيتير او لا فورماسيون سوبيريور اللي فاغ لا فورماسيون سوبيريور رفيق خويا ما نتكلمش على لي زوتر مومبر كي سو سون بريزونتي اوسي بيان مع جينيريل كو مع مدور كو مع سي وليد سعدي واضح شيخ خالد جمال مانيش نتكلم على المستوى الجامعي تاعهم واضح خلينا نشارك معنا الشيخ يوسف واضح شيخ جمال نشارك معنا الشيخ يوسف فرحي بما انه التقني الوحيد هنا في البلاط عفوا شيخ يوسف ما هي قراءتك لتولي وليد صادي رئاسه الفاف وتاثيره على مستقبل الكره الجزائريه بسم الله الرحمن الرحيم انا واش نقول سوسيدي هم الجماعه هضروا وكما نقول كيزون يعني دخلوا في الجزئيات ودخلوا في لي ديتاي وكذا انا نقول مادام هو راه هنا لا رياليتي ام الواقع سي سادي هو اليوم اللي بريزيدون لا فيديراسيون نديروا شويه بجهه يعني لي كونديسيون دو ليجيبيليتي ونديروا لي كونديسيون داكسيسيبيليتي وكذا منا ونشوفوا هذا السيد هذا يعني واش نقدروا بوتيت كل واحد يعطي رايه كيفاه واش انا نستناو من عند البريزيدون هذا سي تان بريزيدون يعني جون مات دونك اللي نورمالمون بلان دينيرجي يعني عنده طاقه راهي باش يخرجها انا حاجه واحده اللي نقدر يعني نقولها هو انه هذا الرئيس هذايا نقول له مبروك عليك ان شاء الله ونتمنوا له كل النجاح وانما النجاح راه بين يديه النجاح راه بين يديه الا حب يعني باش ينجح يلزم لي زانتيري نتاع الفوتبول الجيريان يجوز قبل لي زانتيري دي زانديفيدي دي كلون باسكو هنايا حنا نعرفوا الفوتبول الجيريان نعرفوه كيفاش يعني واش يقول لك فيها دي كلون فيها دي جروب فيها دي جروب يسكيل فيها دي منا ومنا حنا ماذا بينا ان شاء الله هذا البريزيدون هذا يزم يعرف باللي الناس اللي راهم هو والناس اللي راهم طايرين به الناس اللي راهم طايرين به الناس هذو يزم يفولي بوستي ان شاء الله يطبعهم باش كما نقولوا يفوا افونسي الفوتبول ناسيونال اكيد وهو ثاني يزم يقول لهم باللي يافينتيهم باسكو سا دوا مارشي كوم سا واحد اللي يغلط يخلص اكيد وواحد ويقول باللي هاد الناس اللي جابهم اختارهم هو ما اختاروش نظن بلي ما اختاروش باسكو صحابو جو بونس اللي اختارهم باسكو الناس خدامين وعندهم كفاءه وعندهم يعني قدرات وعندهم وك الناس هادو ما يدواف سو يدواف سو يدواف تي جينيرو في لي زيفور نتاعهم ما يدواف سو ساكريفي شويه مدو باسكو شوف واحد يخدم 8 سوايع يعني في نقولوا في اداره ولا كذا يخدم ساعه زياده هذيك الساعه بوتيت واش يقول لك ترومبلاسي هذوك 8 سوايع هذوك تكون مردوديه اكبر يعطيك الصحه باسكو الساعه هذيك عندها اهميه مادام قعدتم عندها اهميه كبيره هذا هو نقولوا يدوا واش يقول لك يدوا هو الى واش يقول لك الى انونسي يعني كاع لي زوبجيكتيف تاعو لي بوان اللي يطرق لهم ان شاء الله ربي يوفقوا
رغليهم انا فريمون سا ما سا ما سوربري. تكلم على 21 نقطه راح يحققها، مطالب انه يحققها وجو بونس كوريجيني اني غلط، قال لو ما نحققش واحده نروح. 21 نقطه في ظرف تكلموا عليها سامباري راح تكلموا عليها هذه رفيق، راح نتكلموا عليها بعد حوالي 5 دقائق او 10 دقائق. نكملوا مع تصريح لمحمد رواوه وشرف الدين عماره باعتبارهما رئيسين سابقين في الاتحاديه، والملفت للانتباه غياب خير الدين زوتشي الرئيس السابق للاتحاديه ايضا ورئيس نادي بارادوت، وتصريحات وجاهد زفيزف ايضا رئيس المستقل مؤخرا. عطونا تصريحات لرواوه وشرف الدين عماره ثم نعود. مبروك عليه، ألف مبروك عليه، راح يكون أهلها، راح يكون أهلها إن شاء الله بإذن الله. كلمة توفيق من الله، الدعم أنا اللي يطلبني أنا موجود مهما كان. خليني تعرفوني. الجمعية العامة مرت في ظروف جيدة كما شاف الجميع، النتيجة تدل على إجماع تدل على اختيار شخص إن شاء الله يكون على قدر المسؤولية اللي وضعت فيه، على قدر الثقة اللي وضعت فيه كذلك، وبالتالي فما نقدر إلا نتمنى له التوفيق ونتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله. شكرا. نبارك انتخاب السيد وليد صادي والمكتب التنفيذي للفاف. جمعية عامة أجرت في ظروف عادية، ويختلف الأمر عن سابقاتها. اليوم كان موجودين معنا ملاحظين من الفيفا، من الكاف، من الاتحاد العربي، وهذا شيء عادي في 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 الظرف اللي نعيشه، لأن ما تنسوش باللي ثالث رئيس في عهدة أولمبية، ونتمنى يعني باش العهد الأولمبية هذه تكمل، وتكمل يعني بتكاثف الجهود تاع أعضاء الجمعية العامة اللي هم رؤساء رابطات وكذلك رؤساء نوادي من أجل مشروع، وهو مشروع كرة القدم الجزائرية. إذن كان هذا تصريح رواوه وشرف الدين عمارة ومدور رئيس الرابطة والمرشح رفقة وليد صادي لرئاسة الفاف. أمير شرف الدين عمارة ومحمد رواوه أبدوا استعدادهما للعمل مع وليد صادي باعتبارهما رئيسين سابقين للفاف. هو وليد صادي في تصريحاته شفناه قال، أنت سقسيته في السؤال تاعك في الجمعية العامة في الجمعية الانتخابية وين تحدث، قال أنا يدي ممدودة للجامع، هو اللي تحدث. وأيضا محمد رواوه شفناه اللي ما يصرحش كثيرا، وين صرح قال انا اللي يحتاجني سواء وليد صادي او شخص اخر. نظن انه الحاج الخبره تاعو تتكلم عليه. هناك بعض الاشاعات انه تقول راح يكون مستشار ربما الوليد صادي، وين خرجت بعض الاشاعات ناس تتكلم، وايضا يقول لك هو من كان وراء وليد صادي. انا نظن وليد صادي خبرته اللي تتكلم عليه، وليد صادي نقولوا جان جا لافيدراسيون، لكن ما جاش هكاك، ما جاش خاوي اليدين، انه عمل في وفاق سطيف، توج مع وفاق سطيف، عمل مع محمد رواوه في عهدتين. احنا ربما الهاجس الوحيد الان لوليد صادي وهو الوقت، خاصه انه مع انتهاء العهده الاولمبيه في 18 شهر. نظن انه كما تحدث رفيق قال هضر على 21 نقطه، قال لو ما نوفقش في وحده ساغادر، ربما هذا التصريح اللي يطرح علامات الاستفهام. نتمناو انه يروح يطابار يطاب باش يحقق كل هذا الشيء، وانا نظن انه صعب، لازم يجب الصبر على وليد صادي خاصه في مرحله صعبه كما هذه اللي تمر عليها الاتحاديه الجزائريه كره القدم. واضح. ان شاء الله يكون عند حسن ظن الجامع. واضح. شيخ جمال، اثناء متابعه التصريحات قلت انه شرف الدين عماره ما عندوش الاهليه في التصويت. وش نقول لك انا قالوا لي بناء على ماذا؟ قالوا لي نعرفوا رئيس اللي يستقيل ولا يقال يعود يقعد في الدار. يعني بلي مون دو لاجي نا بلي الدروا دو فوتي. ماشي يعني مون دو لاجي مي نا بلي الدروا دو فوني بارتيسيب. شوف انا يقول كملنا فكره المعلومات ديالي اللي نعرفهم انا. دوكا ولا نزيدوا تغيروا القوانين على لي بريزيدون لي ديفيرون بريزيدون دو فاف ولا دو فيديراسيون. يزون الدروا دو فوتي. اكونديسيون يديروا لي كاترون تاعهم. ما يتحاوزوش في بودي ناني. هذا ما كان، هذا هو السؤال. دوك نعطيك الشق الاول ما نجاوبك على الثاني. لو دوكري تبدل، المرسوم التنفيذي تاع
2014 لو 1430 في لي ستاتيوتي القانون الاساسي النموذجي يقول لي زونسيان بريزيدون سون تيليجي بنون اليكتور يعني يمكن ان يترشح للرئاسه بصح ما يفوتيش على لي بيلون في لو 22 تيليجي بي با اليكتور اه ما ينتخبوش ما ينتخبوش هما ينتخبوا عليهم اه ينتخبوا فوالا هذا في 1430 في لي ستاتيوتي في لو 22309 في لي ستاتيوتي تبدلت لي بريزيدون لي زونسيان بريزيدون سون تيليجي بي اليكتور هذه واحدة. لي زونسيان بريزيدون. لي زونسيان بريزيدون. داكور. لي زونسيان بريزيدون. أنا طرحت سؤال مع الناس اللي يعني من قبل اللي نتكلم عليهم لأنه في لي ستاتيوتيب يقول لك الذي يستقيل الرئيس أو المكتب يعني استقالة فردية أو جماعية ماشي موتيفي يعني ديميسيون ما هكذا برك ما عندهاش معنى يعني تولي تسقط عليك حق يعني في هذيك العهدة أون كور والعهدة اللي جاية أنك تترشح أنك تترشح للرئاسة. هذا واش يعني كما هنا كما نقولوا مثلا اسمه عمارة شرف الدين ربما ما عندوش الحق يقولوا موتيفي اسكو يقبلوا ديميسيون باسكو مريض باسكو لمصلحه وطنيه جو سي با ولا هما يقولوا لا ديميسيون هكذا برك ولا فوالا تري بيان هنا تقعد في هذا السياق ولكن السؤال طرحته باسكو في ثغره قانونيه في فراغ قانوني عفوا في فراغ قانوني طرحت سؤال من الناس اللي يعني اللي يفقهوا شي في القانون كل واحد يعطيك رايه ولكن انا عندي قناعه انه يقول لك لي زونسيان بريزون اللي عندهم الكيتوس قلت طيب الكيتوس تاع تاع الموندا ولا تاع ليكزارسيس ماشي واضحه لا لوجيك لا لوجيك بور ما سي لو موندا سي الكيتوس تاع لو موندا انا حتى انا كونتيستيت شويه في العضويه تاع لي زونسيان بريزون اللي داروا عام وراح الا اذا كان مبرر خلينا من اللي رفضوا له البيلون مورال فينونسي صافي دينا بور ما اني بلو بريزيدون بون هو ما عندوش الحق يجي الجمعيه العامه بور ما انت كنت انت يا رئيس في الموضوع تاعك قالوا لك انت تشوا ايشوي ما تقدرش تكون تجي وتفوتي على البيلون وتعاود تترشح سي فيني يعني يعني القانون يخليك الموندا هذه لا لا اللي موراها لا لا ومن بعد تجي مي انا قلت لهم اسكو ليكزارسيس اللي دار اون اني كيما زفزاف كيما شرف الدين اون اني ميم فوطا له البيلون تاعو ودار الكيتوس على لاني اسكو عنده الدروا يحضر الجمعيه العامه ويفوتي اسكو ما يعتبرش ديميسيونير بقات فراغ لانه كاين لو موندا تاع ليكزارسيس الاول الثاني الثالث الرابع ومن بعد لو موندا تاع لوكيتوس هما داروا اون اني ولكن في نظر القانون يعتبرهم رؤساء سابقون كي تولي رؤساء سابقون واذا كان لا ديميسيون تاعهم يعتبرها موتيفي عندها معنى عندها معنى فوالا عندها معنى ماهيش اعتباطيه يعطوا الحق انهم يجوا الجمعيه العامه يفوتيو على البيلون بالمرسوم الجديد ولكن هل عندهم الحق يترشحوا نعم ام لا هذا يبقى سؤال واضح رفيق وحيد يعطيك اوفيشال ما عندهمش الحق واضح الشيخ جمال القانون في القانون ما عندهمش الحق يقول ما عندوش الحق واحد سلوي كي نبا تيرميني سون موندا وراه ديميسيونير ولا لا ديميسيوني ما عندوش الحق يجي يشارك في ليزيليكسيون طيب نعطيك طرح واحد اخر انا معاك في اون بلوس ماشي غير اني بلا اني با اي قال مليح القانون قال دروا ديلي دات اليكتور هي اللي يجيب يقول لك ديميسيون موتيفي دو موندا ديميسيون موتيفي شيخ حاجه موتيفي موتيفي تاع في الجزائر موتيفي تاع هذا موضوع اخر نعطيك طرح واحد اخر وصل الامر الى هذا موضوع اخر رجاء رجاء قبل ما نجي لموضوع اخر يعني كي نولوا شويه لو ميم موندا دون لو ميم موندا باسكو كاين حديث كثير على هاد الترشيحات والقانون بصح لو ميم موندا كاين دو كا نتكلم لك عليهم بصح ما صارتش ضجه كبيره واضح كي جا شرف الدين عماره شرف الدين من بين القوانين يقول لك لازم تكون مارس خمس سنوات في المنظومه باش تترشح على ليبوك عماره شرف الدين كان عنده 3 سنين وجاز اي بورتو اثنين يقول لك عرفتوا القوانين عرفتوهم باغراض معينه هذه جاي زفزاف كي جا يقول لك الذي استقال بنفس الاستقاله ما عندوش دروا يجي في الميم موندا الا الموندا بروشا جاي زفزاف دار اون اني مع زوتشي تاع الموندا 17-21 وديميسيونا في لا بريميير اني ديميسيونا وربلاصا قداح وهكذا كو عاود ترشح ما عندوش الدروا يجي في الموندا لا ديميسيون تاع زفزاف اللي با فالا علاه باسكو قصاو 4 مومبر دو بيرو فيدرال ياك لي كومولار لقيتهم لي كومولار اللي عندهم مزدوج ايه عاودوا رجعوهم قال لهم فو فاليدي لا ديميسيون بارك الله فيك وكان اتفقوا كي حبوا
نعرفوا القوانين نعرفوا القوانين على اغراض خاصه. واضح. كي نقولوا تاع لوكومي الشيخ تاع باريس تاع لوكومي لوكومي اللي قعدوا اون اني بليزيور موم قعدوا اون اني والقانون يقول لك الكوميل الكوميل الشهر توي رادي توي رادي الناس قاعده تخدم بوندون اون اني ومن بعد القرارات غير قانونيه ولي مام كما قال لك لو فياسكو انه لي مام اللي قعدوا كانوا كوميلار عندهم كوميل واش جاوا بالكوميل اصلا خلاص انت ما عندكش الحق في لاكديميسيون دي هما واش داروا واش داروا بليطو فاليداو فاليداو لا ديميسيون تاع تاع زفزاف ومن بعد ديميسيونيو. واضح شيخ شيخ باش ما نخرجوش من الموضوع تاعنا شيخ جمال اسمعني لي كوميلا هادو ايزو ايتي اكسكلو اكسكلو ما خلاهم ما قاعد تقول لهم مش مام با باش يجوا يحضروا الجمعيه العامه اسكو مام دي لونسي مام دي بروفا لا بال دروا داسيستي انونسيا لي كيميلار ناخذ فاصل لي كيميلار ما يجوش نقول لك على موش خيط بالحق اللي صورا دي اللي صورا دي رفيق باش ما نحيدوش على الورقه التاريخ ناخذ فاصل الساده الكرام ثم تغيير المحطه. تحيه متجدده مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من عدد اليوم من برنامج فوتبول نناقش فيه تولي وليد صادي رئاسة الاتحاد الجزائري نتائج الجولة الثانية من الرابطة المحترفة وكذا تأجيل دوري الأوات ودوري ما بين الرابطات إلى غاية نهاية شهر سبتمبر الحالي. رئيسي الفيفا والكاف قاما بتهنئة وليد صادي أشاد بنزاهة الانتخابات بتقرير من ممثل الفيفا جيرسون فرنانديز الذي حضر فعاليات الجمعية الانتخابية. نتابع سوية تصريح جيرسون فرنانديز ثم نعود للاستوديو. après une coupe du monde sans l'Algérie ça n'a pas la même saveur quand même donc c'est à vous de travailler durement pour que le niveau du championnat s'augmente pour que le niveau des jeunes s'augmente. J'ai demandé hier à la commission électorale quelles étaient les difficultés rencontrées dans ce pays. Ils m'ont fait part de certaines remarques. J'aimerais bien une fois entendre les difficultés des clubs et des régions. On en parlera avec le président pour savoir comment nous, stratégiquement, on peut vous aider. Je pense qu'ici, il y a des anciens qui sont présents, des anciens présidents de la fédération qui ont fait du grand travail, qui ont laissé un héritage dans ce pays, un héritage au niveau d'infrastructure, mais aussi un héritage au niveau des résultats. Quand on accueille un nouveau président, c'est bien de ne pas oublier ceux qui ont marqué l'histoire du football algérien et qui ont fait le travail. Donc j'aimerais juste que vous applaudissiez les anciens présidents de fédération qui sont ici présents. Quant au président et à son comité exécutif élu, je l'ai répété, nous sommes là avec vous. Je vous laisse travailler. Et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit l'Assemblée ou le comité exécutif, la porte de la FIFA est ouverte. Nous sommes là pour vous. Donc, bonne chance à tous et bonne mission jusqu'à la fin de votre mandat. Merci. إذن كانت هذه تصريحات جيلسون فرنانديز أشاد بها بالسيرورة الحسنة للجمعية العامة الانتخابية كما قال الشيخ فرحي قبل قليل. سياسة الأمر الواقع تقول أن وليد صادي الآن هو رئيس بإجماع الجمعية العامة ورئيس أيضا للاتحاد الجزائري لكرة القدم. وليد صادي تحدث عن الدبلوماسية الرياضية ورؤيته الاستشرافية للتوغل في دهاليز الاتحاد الإفريقي وبناء علاقات مع ممثلي الاتحاد الإفريقي الاتحادات الأربعة والخمسين وكذا أعضاء الجمعية التنفيذية للكاف. نتابع رؤية وليد صادي للدبلوماسية الرياضية ثم نعود. شوف الدبلوماسية الرياضية بالنسبة بفهمي الخاصة أول شيء تحقيق أحسن نتائج بالنسبة للمنتخب الوطني والمنتخب الشبان لأنه باش ترجع اتحادية محترمة في القارة لازم تحقق نتائج. قبل ما نتكلم على الدبلوماسيه الرياضيه لانه انا عشت في الاتحاد الافريقي ونعرف كل شيء، ما نتكلموش على الكواليس، ما نتكلموش على شيء، ديجا احنا واجب علينا نحققوا نتائج في المنتخبات الشبانيه في المنتخب الاول، بعدها ان نرجع انه اتحاد يحترمونا لاننا منتخب يحقق القاب يحقق كل شيء. الدبلوماسيه الرياضيه تجي وحدها. في تصريحات وليد صادي بخصوص الدبلوماسية الرياضية رفيق سمعت لما قاله وليد صادي عن الدبلوماسية الرياضية ربط قوتها بقوة الفئات الشبانية والمنتخب الوطني ربما أخطأ التمثيل إن صح التعبير على سبيل المثال منتخبات موريتانيا منتخبات جيبوتي منتخبات ليست لها فئات شبانية وليست لها منتخبات قوية ومع ذلك لديها دبلوماسية رياضية بين قوسين قوية. منتخب السنغال بكل أصنافه سيطر بالطول والعرض على إفريقيا ولكن دبلوماسيته الرياضية لم تكن في المستوى المطلوب مثل نتائج المنتخبات الشبانية وكذا المنتخب الأول.
هو يتكلم عن النتائج على ان الاساسيه الدبلوماسيه، اعتقد انه ماشي هذا هو المفهوم. المنتخب تاعك يكون مليح وقوي وكل المنتخبات تاعك تكون قويه، هذا يزيد في قيمه ربما الواجهه او يزيد لك واجهه كره القدم المحليه. ولكن الدبلوماسيه عندها مفهوم اخر، انك تكون نافذ وفاعل على مستوى الكاف من خلال ربط علاقات، ربما حتى تتعدى الجانب الرياضي، تقدر يعني دير علاقات يعني اتفاقيات رياضيه، علاقات اقتصاديه، دير له لوبيينغ، لانه ما يخفاش على حد انه يعني باش تكون قوي على مستوى الكاف لازم يعني اتحادات اللي يمشيوا معك الاعضاء 54 عضو، لازم تكون تفاعل بماذا؟ انك تكون حقيقه دوله قويه، اتحاديه قويه، قادر اليوم تحقق نقول بين قوسين مصالح يعني اعضاء الجمعيه العامه، واش يستفادوا معك باش يعني يكونوا معك يديروا معك لوبيينغ. بالتالي كان لازم يتكلم في بدايه الامر على ضروره دخول المكتب التنفيذي، وحتى تدخل المكتب التنفيذي تاع 2025 هنا تبدا الدبلوماسيه الرياضيه فيها، حتى يعني توظف يعني لا فيديراسيون والاله الدبلوماسيه معك يعني من الجانب الرياضي الاقتصادي الاستراتيجي، باش البلدان او يعني الاعضاء في الجمعيه العامه يمشيوا معك. اذا ما تقدرش تكون يعني جبهه قويه باش يعني تكسر اللوبيينغ اللي دايرينه منتخب او دول اخرى او نيفو دو لاكاف، بعيدا عن الجانب الرياضي ما تقدرش تتكلم على الدبلوماسيه. النتائج حتى ولو تفوز بكل الالقاب الافريقيه توت كاتيجوري كونفوندي ما عندها حتى معنى. المعنى انه ماذا يستفيد منك عضو الجمعيه العامه في الكاف حتى يكون معك جبهه. واضح. ايضا وليد صادي تحدث اقول على علاقته مع الناخب الوطني جمال منباضي، تحدث عن دعم مضاعف من قبله للناخب الوطني والمنتخب الوطني. نتابع تصريح صادي بخصوص علاقته مع الناخب الوطني ثم نعود. التأويلات والمزايدات والكلام، الناخب الوطني اتركوه شأنه، احنا رانا نساندوا فيه، نقول لك من المنبر هذا له كل المساندة ليا، له كل المسانده ليا، وانا راح نعمل ويدي ممدوده ليه ونعطيه كل، نقول لك حاجه راح نضاعف له الامكانيات حتى ينجح في المهمه تاعو. اذا كان هذا تصريح وليد صادق. سي يوسف فرح، انت تقني وتدرك اهميه الدعم لمدير او لرئيس نادي او لرئيس اتحاديه لناخب وطني او مدرب يمنحه الورقه البيضاء، يضاعف له الجهد والدعم والحمايه، كيف سيؤثر هذا من الناحية الإيجابية على سير الرياضة الحسنة للمنتخب الوطني؟ سامحني سي نبيل، أنا حبيت نولي واش قال الرئيس الجديد، قال على النتائج الدبلوماسية دخل فيها النتائج. النتائج يلزم لها يعني اون ميزون اوفر، النتائج عامل، تخطيط وعامل. بلا تخطيط وبلا العمل ما نقدروش نوصل النتائج. حنا هذا هو الشيء، كاين لاعبين يعني لاعب ماشي نقول دي مليون بوتيت دي مليون دو جون في الجزائر ما عندهمش وين يقدروا يمارسوا كرة القدم، ما كاينش. كيف تحوس تقول النتائج؟ النتائج منين يجيو؟ النتائج كيكون عندك إلا عندك مانيش عارف أنا 4 ملايين تاع لي جون اللي يلعبوا، بالك تصيب 5% راهي حاجة كبيرة. الا ما كاش وين يلعبوا الدراري، انا نشوف باللي انا يعني نقول راني في الميدان ونشوف باللي اللاعبين يحبوا كره القدم ويعرفوا يلعبوا كره القدم وما عندهمش وين يلعبوه، ها هو المشكل الكبير تاعنا هذا هو المشكل. دوك باش يقول النتائج، انا نضرب النتائج ماشي بالدبلوماسيه اللي تجيو النتائج يجيو بالعامل، كما يقول لك نقشطوا على ذراعتي انا ونخدموا مع لي زانفراستركتور واش يقول لك الاكسيسيبيليتي يعني التوصل كاع الشبان الجزائريين باش يدخل داخل الملعب ويلعب. واضح، هذا حق. واضح. ماذا عن علاقه صادي بالماضي ودعمه الكبير؟ والله هو درك كرئيس فيدراليه ما عليه الا يدعم بالماضي، ما عندوش حل واحد اخر، باسكو بالماضي راهو في دون ان كونتكست وين يعني كاين ديو ديبا، مي درك إلي دون جي لاسوندونس، نقول له يعني راك اون رولونس، وهنا اللي يلزم الناس يدعموه.
واش الا ما دعموش يعني المسؤولين ما دعموش يخليه وحده ما يقدرش يفشل. انا نشوف كيفاش يعني كل احترامات للميديا ولا واسمو كيفاش طايحين عليه في الحقيقه طايحين عليه وندير شو حبوا يكسروه ماشي هكذا ماشي هذه هذه بالماضي خليك كمل الفكره كمل شي انا نشوف بعض الناس ماشي لابلي بار بوتيت مي والله غير كاين الناس يعني قاسين معاه بزاف. سمعت كنت مع انت راك هنايا واسمو رفيق انا نظن بلي بزاف عليه يعني كيما يقول لك يخليه يخدم ومن بعد في الـ في الـ في نقولوا في لوبجيكتيف تاعو في لامبيسيون تاعو كي يوصل الاجل تاعو يحسبوا خلاص هذا ما كان واضح. امير تفضل عندك تعقيب. هذا المدرب ما يقبلش لا كريتيك برك هذا شنو نقول لك إيه مد نفسه الحق من 2010 دو كريتيكي ان انترينور الجيريا اللي دانا لا كوب دي موند 2010 وين ودانا دومي فينال كوب دافريك 2010 وين كنا مرحش اصلا لا كوب دافريك غبنا 2006 2008 جو بون دو سعدان خدانا خرج سعدان مولا طنزاني حبسوه بالماضي قالوا ان انترفيو في الهداف اون باج الكريتيك سعدان هو من حقه الى دوني سون افي واحد ملامو اليبوك كيفاش اليوم ليكيب دالجيري تخص تخرج من البريمي تور وتبطاش لا كوب دي موند الصحفي ما عندوش الحق يمد رايه برك هذا ما كان واضح رايه لا لهم شوف كل حاجه عندها حقها انا رفيق مانيش صدير واش يقول لك نعمم هكذا نقول كاع راهم طايحين عليه بلا سبب وين يلزم لا كريتيك لازم باسكو ما تقدرش هذه حقيقه سي يوسف برك معليش ونخرج مع ديدي ديشون بطل العالم فيناليست على كوب دي موند فيناليست على كوب دوروب ولا بريس ما رحمتوش ويجاوب بابتسامه عريضه وصلوا كي راح لوغريت وجا ديالو لا بريس دوموندات انه يعاودوا يشوفوا لو كونترا تاعو ماشي من حق لوغريت يمدد له في 2026 وجات الامر عادي هذا بطل العالم وفيناليست على كوب دي موند. كيفاش اليوم احنا نخرجوا من بريميتور وما نروحوش لكوب دي موند وما عندناش الدروا كصحافه في الفضاء تاعنا على الاقل نتكلموا برك هذا ما كان الناس يطربط وكانه يطلبوا من لابريس يسكتوا ويقبلوا بالامر الواقع وما يمارسوش المهام تاعهم من حقه ما نجرحوش. انا فهمت انا يعطيك الصحه من حقه هذا هو يعني اللي باش نقول لك ومن حقي اللي راني نقصد فيه كصحافي من حقي كصحافي ما يقوليش ربي يديه ربي يهديه وربي يديه هذا كلام خطير ماشي من حقه يجي انكادر الجيريا ويخدم باطل الغازو يقولوا نتاع سالوبات ماشي من حقه يروح للبلاد ليميتروف لينا ويقول هاد البلاد عندها التراخيم الجزائر اسكو دون سي دوموندي دو ديلوكاليزي لي ماتش دو لالجيري واضح ماشي من حقه يجي سيدي موسى ويصيب سيدي موسى ماشي مليح ويقول يخلي البلاد فيها 381741 كيلومتر مربع ويروح لتبرقه واضح سا سي با بيان. انا كي نحسها كصحفي بلي فيها اون انسيت بور لو بي مو جو ديفو مون بي واضح بدون تجريح واضح برك هذا ما كان واضح رفيق واحد امن انا كريتيك واشرنا يعطيك الصحه فهمت الشيخ يوسف لا كريتيك البناءه مرحبا بك واضح عشان يكون انا شر نمو لا واضح تقبلوا حتى واحد اللي دون سو سون دروا دو ساتاكي او الجيريا على بريس اي نو اون لا با لو دروا باش نمارسوا المهم هنا تاع لا اكيد انا متفق انا نتعلم في الصحافه انا نتعلم في الصحافه نتعلم في الصحافه لو ريزونمون لوجيك يعني ريزونمون لوجيك كما قال لك سي جمال يعني لا شر نمو باسكو علاه سي تادير مرات اون فوا بلي سيرتان كيسيون ماشي كاع كي ديروا هكذا واش يقول لي كونفيرونس دو بريس شوفوا اللي كاين عندي دي كيسيون فريمون ديبلاسي هذا موضوع اخر شيخ يوسف هذا موضوع اخر باش نختصر انا ايضا يوم صحفيين اللي يروحوا خاصه المطارات هذه اللي اصبحت عاده انت كيما يتحدث رفيق وتحدث شيخ وتحدث انت انه هو ثاني ما عندوش الحق عندك الحق سؤال ما تجاوبش عليه وتقول ما نجاوبش عندك هذاك السؤال شيخ معليش كل صحفي ربي يديك في بلاصه هذا ما راحش ريولو اسمح لي معليش اسمح لي نتكلم في هذه نتكلم ريولو تاع رمسي اللي دار خدمه معاه كيما رمسي دار في طونطونفيل قال له مسيو بالماضي عشان نتلاقاو راني ناكل في الميلفوي الى تجي دار 2 ميلفوي شر عليه على لو كا تاع قاسامه لو فقط ان الجيريا جو دي با ان جورناليست ان الجيريا دار فيديو قالوا مسيو بالماضي في طونطونفيل كاين الملفاي تاكل معايا تتقلب الدنيا واضح رفيق خلينا مع هذا موضوع اخر هذه ما نوافقكش
شيخ جمال هذا موضوع اخر، موضوع اخر على قد ما مع الاعلام موضوع اخر. باسكو لايف في دي بلاطو دو تيليفيزيون فرونسي دق دق لا فرنسا. الوغ خلونا من حيولوش سامح عليك بلا بروف، خليه يكمل سامح عليك بلا بروف بلا بروف. اللي باسي في كانال بلوس اللي باسي جبت لك ريولو، لا خليني ريولو. ريولو شكون هذا ريولو؟ جاولنا على الناس قيمات ورجعات ومن شكون هو هذا ريولو؟ شكون هو؟ انا جو بوز لا كيسكي لي هذا ريولو؟ انا نعطي لك جمال فاهم يخدم في الاخر ما عرفش يخدم ريولو. ريولو ريولو لي غرو دو لا فرونس نجيبو في البلاطو نرمدهم نرمد كامل الناس. مي سي سي تي ان الجيريا، سي سي تي ان الجيريا. يا شيخ يا شيخ علاش هضر لي ريولو؟ هضر على بالماضي. سي سي تي ان الجيريا التعامل تاعو ما يكونش كيف كيف. نقطه الى سطر نحبسوا هنا. واضح رابح. انا نعرف صحفي قديم عليا الشيخ، صرتك في المهنه وتعلمت منكم. انا نعرف صحفي ضمير مجتمع. انا عمري ما سمعت جورناليست بكري كي تعلم كانوا يعلموني يقولوا لي اسمع كي يجي واحد يكون الناس يقدسوه الاخر تحبس ما تمارس الصحافه. واضح ما قدسنا اكيد ما واش عليكم. لا وعلى بالك ما قدسناش الناس كانوا يقدسوه بعض الرؤساء. سامحني نكمل. بعض الرؤساء ولا بعض المدربين على بالك انت اللي جا مراجدي ما يقدس حتى واحد. تكلمت عليك هذا صح اكيد اكيد ماشي فصل الخطاب في هذا رفيع. يا رفيع يا واحد مو جو دي جو غودي مو جو ديفون لانتيري كاين البعض كاين البعض لانتيري دو لانجيري فوقي وفوقك وفوق بالماضي اكيد. نقطه الى السطر يا رفيع فصل الخطاب في هذا مع الانتقاد. سي با لاشون جو في موجو جو في موجو كي سمعت نعاود نولي برك الكلام يوسف نسمعك شو جامع نعرفوه نعاود ما شي في مومنتي ما دير ماتش يعني. شيخ يوسف نعاود نوليو الكلام تاع السعدي. عليه من على بالماضي على بالماضي والله العظيم غير كلام صواب منطقي اللي او نحى كاع الغموض اللي كان داير الناس على العلاقه اللي رايحه تكون بين السعدي بين الرئيس الاتحاديه والناخب الوطني. انا فرحت بزاف بالكلام تاعو ونتمنى فرحت بزاف وعطى يعني عطى اهميه للنخب الوطني ويقول هو راهو يعني معايا وكما انا راني معاه. بس سي ديجا راسيرون قبل موعد هام تاع كاس افريقيا ان شاء الله. رسميا الاسبوع المقبل سيكون بالماضي بالجزائر رسميا ان شاء الله. سياتي الجزائر باستدعاء من وليد صادي من اجل رسم ورقه طارئ ان شاء الله. لكن كي تجي الاسبوع المقبل ان شاء الله يقعد هنا حتى لو 16 تاع اكتوبر ما يعاودش يولي ويجي 48 ساعه. لا لا لازم يتكلموا عليها اليوم نبيل. لازم انت جيت للجزائر الاسبوع المقبل تكون حاضر بالجزائر. نتمنى يقعد هذيك المده في الجزائر من اجل التحضير. علاش حبيتو ان شاء الله؟ لا يقعد يحضر المنتخب الوطني. علاش حبيتو يقعد عنده على سولترين ريتروجي ما تحاسبوهمش هو تحاسبوني. لا ما حاسبناش يا شيخ خليو عندي. لا نقول حاجه نعاود نوليو لهاد الضربه تاع سيدي موسى كاني شكون هذا؟ يقطع الغازون قطع الغازون. شي جمال شي جمال هذا موضوع اخر. لا هذا ماشي كلام. هذا شيخ انت قديم عليا. هذا ماشي كلام. ما تقوليش انت لازم يريح يقعد في الجزائر شيخ. او جا الاسبوع الشهر الماضي على سيدي موسى. علاش يروح للطبرقه لو ديبلاسمون؟ ماشي هو اللي راح للطبرقه. شكون اللي راح؟ سي بروبوزيسيون تاع الامين العام. هيا ما تخلطوش. لا 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 ما تخلطوش. الامين العام اللي قالوا راح للطبرقه. اسمح لي شيخ. وي سي 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 مسيو لا بروبوزيسيون اي فوني دو من دو لا فيدراسيون. الانترفيو الانترفيو شيخ الانترفيو تاع سيدي موسى. لا اسمح لي شيخ خليني نتكلم شيخ. اتكلم على روحك تتكلم على سيدي موسى. لماذا 22 اوت تقولوا ارضيه سيدي موسى لاباس عليها بعد باسبوع يجي بالماضي في فلاس فلوسي دو لافاف 22 اوت قبل اسبوع من يجي بالماضي الجزائر يقولوا ان ارضيه سيدي موسى في ابهى حله بعدها باسبوع يجي يلقاو لو تيران كاتاستروف جا هو حلقو. وشكون لا لا شكون يحاور شكون يحاور المسؤول عن مركز سيدي موسى؟ خليت الاعلام تابع للفاف هو اللي حاور المسؤول تاع سيدي موسى وانتقال انها في ابها حله بعدها يخرج المسؤول تاع سيدي موسى يقول انا ما تكلمتش الكلام اللي طحت في الكوميونيكي تاع لا فيدراسيون جينيرال. واضح امير هذا موضوع اخر. الشيخ جمال رجع لا باش نسولوا الاسماء ندخلوا في واحد لا هذا مش هو دوكا يجي يحكم المقص
ولا عنده هذا الشيء الاهتمام تاعو عنده البيت اسمح لي والبيت اللي وين البيت اللي جوا ولا يقول في الاختيار على التحضير تاع المنتخب انا فرحت بالكلام تاع واضح هذا هو فصل يا شيخ اسمح لي لماذا ما يروحش يحضر يشوف البطوله الوطنيه شيخ يشوفوا في الملاعب على ما يجيناش الاسبوع الماضي فات في ارامسي على ما يجيناش حنا نتكلم امين امين نهار تروح انت تشوف في الملاعب الجزائريه واش المستوى تاع انت يا نهار تروح تشوفهم انت كصحفي هو يروح يشوفهم كم انا نخدموا احنا كل اسبوع هذا الله ما نعرف هكذا شيخ كيف ما تعملش هكذا على المستوى نعطيك نعطيك سكوب هو عنده عين على واحد ان جوال ديفونسور تاع لو اسما بوان ما عينوش بالعيد شيخ بالعيد خلاه بور ليكيب نصبر يلعب ليكيب معليش راك تضرب تاكوتي راك تضرب تاكوتي معليش لا لا خليني نطرح لك تاكوتي ماشي 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 هذا الجو بالعيد استدعى في 16 ماشي هذا الجو شكون ما كان شيخ ايه ما كان اعطينا اسم اعطينا سكوب امير امير خليني معك امير زكريني خليني معك في سؤال لا دير لاشرني صوتك لا اعطينا سكوب شيخ اعطينا سكوب نعرفوا المدرب انت تخدم بالعيد في لاشرني صوتك بالعيد علاش يكون فوكي بعد اصابه عوار خلى خلى اللاعب هذاك شاغل من خليني معك خليني معك بسوجي تاع النخب الوطني وعلاقته مع صادي تاثيرها الايجابي على على السيروره الحسنه للمنتخب الوطني قبل شهرين او ثلاثه الان جاي نخب جاز الوليد صادي لديه الصلاحيه انه يفرض على الناخب الوطني بالماضي انه يبقى في الجزائر او انه يعيش في قطر لا او في فرنسا لا صح الكونترا ماشي مكتوب هكذا هذا موضوع مكتوب هذا موضوع اخر هو مكتوب هو كاتب كاتب هو كاتب كاين الوليد صادي هو كاتب اسمح لي هو كاتب في الكونترا انه يخدم على ديستانس عن بعد ولي زاجو تاعو ماشي كاتبين واضح هذا هو وليد صادي الان عنده الملف تاع وانت جبت لنا معلومه انه بالماضي سيكون في الجزائر شهر او الاسبوع المقبل باستدعاء من وليد صادي ثم يتناقش الامر مع رئيسه اللي هو رئيس الاتحاديه كيف سيؤثر دعم رئيس الاتحاد للمنتخب قبل حوالي اربعه اشهر من الان عن كان كوت ديفوار 2024 انا نظن انه كلام تاع رئيس الاتحاديه كلام توافقوا فيه كلام معقول اكيد نوافقوا لانه المنتخب الوطني على بعد ثلاث اشهر من بدايه كاس افريقيا نظن انه وليد صادي يلزم عليه وين قال نضاعف له بالماضي يلزم عليه يضاعف له لانه ليس الوقت الان هو قال جيت انا باش نحي هذه الخلافات ما جيتش باش يزيد الخلافات نظن انه صراحه يلقى بالماضي كل الدعم من وليد صادي من اجل نكونوا حاضرين في كاس افريقيا وين عندنا قبل كاس افريقيا ايضا تصفيات كاس العالم 2026 اللي راح تكون مهمه ومهمه جدا نظن انه بالماضي راح يجي ان شاء الله ويلقى كل شيء انا شفنا في اليوم الخميس انه ارضيه سيدي موسى بدات تتحسن ان شاء الله من 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 الان وصاعدا كل الامور تتحسن وتكون تحت صلاحيه الناخب الوطني جمال بالماضي من اجل التحضير والذهاب الى كوت ديفوار وهذا ما نتمنى هذا ما نتمنى سي يوسف نتكلموا من الجانب التقني عن الرابطه المحترفه وليد صادي لديه بعض التحفظات قال انا لست راضيا عن عمل الرابطه المحترفه بقياده عبد كريم مدور قال علاقتي طيبه معه ولكن هنالك بعض التحفظات انت كتقني تعرف خبايا الكره الجزائريه والرابطه المحترفه ما هي ابرز النقاط التي على صادي انه يعالجها وانه يغيرها من اجل تطوير كره القدم الجزائريه وتطوير مستوى الانديه الجزائريه حاجه الاولى هو لا بروغراماسيون ازاردوز يعني كاين واحد واش يقول لك برنامج وين واحد ما يفهمه في الحقيقه تقدر تلعب سمانه وتحبس ثلاث سمانات تلعب ثلاث سمانات على خطره وتحبس زوج تحبس هذا في حاله البرمجة يعني هذه انا نظن باللي حاجه الاولى اللي راه يطرق ليها واضح ان شامبيون بروفيسيونيل يعني اللي نقولوا يسو برون بور ان شامبيون سيريو ما نظنش يديروا هكذا برمجه كما هذه يعني واضح سما البرمجه هو النقطه الاولى دبر واحد ما راه راضي على البرمجه هذه واضح لي زاكتور هما بعد لي بريزيدون دو كلوب لي زونترينور كذا منا واحد ما راه راضي على هذا البروغرام هذا دونك هذه حاجه اخرى جو بونس انا باللي يعني واش يقولوا لا ستركتور نتاع اللي راهي تخدم بعد تمايا من باللي عاود يشوفوها باسكو قلت لك هو الاساسي البرمجه هي اللي واش راضي عليها او ماذا به يبدلها كامل واضح سي جمال نتكلم على مولودية الجزائر ميركاتو قوي سبع لاعبين دوليين سابقين فوز وخسارة هل ما زال الأمر مبكرا للحكم على مستوى
المولوديه قبل 28 جوله من انتهاء الموسم، ام انه فيه معطيات ومؤشرات توحي بصعوبه المهمه وبصعوبه تحقيق الاهداف المسطره؟ انا قلت قبل 28 جوله قبل نهايه البطوله، انا بعد بزاف نظن بلي المقابله الثانيه رانا غير في البدايه وممكن كان فوز في المقابله الاولى وانهزام في الثاني، صح كانت يعني كما يقولوا نكسه للانصار، ولكن سي با لا فان دو مود كما يقول، مازال المشوار مازال طويل وان شاء الله من ذاك الوقت من الاسابيع القادمه ان شاء الله تكون نشوف باش تكون عندك نظره على المستوى تاع الفريق في شهر نوفمبر بعد سبعه ولا ثمان مقابلات، كنتم من تما كيكون لو ريجيم دو كروازير كما يقولوا الموتور يمشي مليح، ولا في ديك لا بيريود هذيك عندك مشاكل حنا نقول ماكش رايح تروح بعيد ما تلعبش على البوديوم. عام الاول لعبوا يعني بكل النقائص اللي كانت في الفريق والنادي خرج في المرتبه الثالثه، ضمن هذا العام كاين اكثر الوسائل ماديه ومن ناحيه اللاعبين وكذا، مازال شويه باش نحكموا على مستوى واضح. سي يوسف انت خبير بشؤون مولوديه الجزائر، ما رايك في مستوى العامل؟ والله يعني في هذا الشان هذا فيه ما يقال، هو شوف راه يقول سي جمال يقول باللي مازال بوتيت جمال تقول باللي يعني لو نيفو دو لا فورم سبورتيف تاعهم مازال ما لحقش. انا مانيش اونتيرمون داكور معاك دو لا ميزي وين، ما تخش في خصوصيه اخرى. صح باش نقول لك برك، انا شوف مولوديه فريق اللي يعني كاع الامكانيات كانت عندهم هكذا، داروا زوج طرب ماشي غير المولوديه، دابور هاني سي ديفوني ان ريك جينيرال كاع البرومي ماتش دوزيام ماتش تروزيام ماتش يقول لك مازال لا فور مازال كذا، اون ديري كو هاد لي جوار هادو خرجوا من اون كونفاليسونس ماشي كانوا يديروا بريباراسيون، الوغ كو اوبليغاتوارمون ايل دواف تاتر او نيفو دو لو فورم سبورتيف لو بلو او نيفو دون لو فورم سبورتيف. شوف لا ديسبونيبيليتي تاع اللاعبين معاك، لا ريكوبيراسيون معاك، الطبيب معاك، واش يقولوا لاجيستمون تاع لا غروندور دي شارج معاك سو بلون فيزيك تكنيك تاكتيك سيكولوجيك انتيغرا هكذا. نهار يبدا لا بريباراسيون لونترينور هو ولا واحد اخر نهضر راه لو جور جي يبدا لا بريباراسيون يبرمج باش نهار الماتش لو برومي ماتش يكون او سومي دو لا فورم سبورتيف. يعني يدخلوا يتبوا يمشيوا لداخل التيران واش صرا لهم واش كاين؟ من بعد يقول لك مازال واش مازال؟ واش لي ماتش غير يكون لعبت لي كرون شارج درت يعني ما كاش حاجه ما درتهاش ومع لا ريكوبيراسيون مع كذا، ومن بعد تقول لي انا تقول بلي مازال واش انا هذه ما فهمتوش والله ما قدرتش نفهم هذا الشيء هذا. يتحملها المدرب يتحملها الطاقم الفني 100% هذا يتحملها المدرب، وربما كي تقول مدرب لا ريسبونسابيلتي دوتر وي ثاني كاين مع متحمله مع لي ديريجون مع الاداره بيان سور مع الاداره. تستبشر خيرا شيخ بمستوى المولوديه؟ نعم تستبشر خيرا بالنتائج، يعني متفائل بالنتائج؟ انا متفائل بالنتائج، وانما جاب لي ربي ما تكونش ستابيليتي، هما يقدروا يوصلوا بصح على ستابيليتي جاب لي ربي واضح ما تكونش بون ستابيليتي واضح. نتمنى واضح نتمنى كل التوفيق للعميد ولجميع الانديه الجزائريه المنافسه في الرابطه المحترفه الاولى. وجب تنويه ان حصه اليوم كانت مسجله، لذلك تعذر علينا مناقشه نتيجه مواجهه اتحاد العاصمه امام الفتح الرباطي. ان شاء الله اثناء تلاوتي لهذه الكلمات يكون الاتحاد قد فاز وعاد غانما من المغرب. امير يعطيك الصحه. بيل شكرا لكل مشاهدينا الكرام. شكرا رفيق. شكرا دقيقه برك عندي اهداء من صديق اللي هو عساس حسن عساس في باري عايش تما عنده سنوات، تلاقيته بارزا في الايروبور راه عارفني سيبورت تاع القبه ويقول لي ما تنساش دي يعني تهني القبه يعني نوبي با لو ارتيكا. فوالا حسن عساس دو باري، ماريا، محمد امين، لينا، ايميلينا، وقال لي ما تنساش تسلم على الشيخ راشدي والشيخ فرحي. فوالا اذا وصلت التحيه. شيخ جمال يعطيك الصحه. شكرا لكم.
شكرا شيخ يوسف. أمير مشي عندك إهداء قلت لي إهداء قبل بداية الحلقة. كريم قاصد عضو المكتب الفيدرالي الجديد الحيوة بهذه المناسبة. أيضا وصلنا وإياكم إلى نهاية عمر هذا البرنامج، شكرا للطاقم التقني، بقي لي من الكلام السلام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام.